عليك يا سعودات. لو حبيبي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، وحشني كتير. طمني عليك طيب يا ريس، طمني عليك طيب. الحمد لله، شلونك؟ كيف الأحوال؟ كيف الأحوال؟ الحمد لله الحمد لله، شلونكم أنتم؟ شلون أهل مصر؟ الحمد لله بخير والله، والله بخير. كيف الأحوال؟ طمني عليك. يعني بارك الله فيك. قلقتني كل الفترة اللي فاتت، لا ترد وعلي ما اتصلتش بيا، وقلقتني جدا عليك. عافيه. كيف الاحوال؟ ان شاء الله خير. انا عاوز اقول لك اللي حصل، بس اقول لك شويه حاجات مهمه جدا، شويه ملحوظات مهمه جدا. اتفضل. بالنسبه لملك البحرين، احنا كنا اتفقنا على ان فيه انا بعمل لقاءات مع ملك البحرين، واستطعت ان انا اوصل للواء خليفه ابن احمد الفضاله، ده رئيس المراسم البحريني. ده قدمت له قدمت له طلب عشان نلتقي، وقدم مع جلاله الملك في البحرين. والحقيقه انا شايف ان هو يعني متردد شويه من احنا عاوزين ننصحه زي ما امرت، ما اناش عارف تقول لي اعمل ايه. دي ملحوظه. بتاعه البحرين. في ملحوظه ثانيه. الو. معك معك. بالنسبه للاردن، بالنسبة للأردن، أنا التقيت بالفريق أول فيصل الشبكي اللي هو رئيس جهاز عندهم، رئيس الجهاز بتاع الاستخبارات، على أساس إن أنا هلتقي برضه بجلالة الملك. الحقيقة أنا شايف إن هم مش قد الحدث، يعني جلالة الملك في الأردن مش قد الحدث القادم، أنا مش عارف برضه أعمل إيه. كلهم عملاء. صحيح. يعني عملاء لا شك، لما خانوا جمال عبد الناصر سيادتك يا ريس قبل كده في 67 ونقلوا الخطه لجولدماير ابوه الملك حسين، نفس الطريقه، نفس خونه وعملاء، مفيش نقاش. خونه كلهم العرب خونه. صحيح صحيح. لا ولكن باراده الشعب واراده الله سبحانه. الله اكبر. تتحقق الاراده ويتحقق النصر. الله اكبر. امام الجبناء وامام الخونه. الله اكبر. فليحيا الجهاد. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. عافيه. الله اكبر يا ريس. ايران سيادتك عارف ان انا رحت ايران. لعنة الله عليها. نعم لعنة الله عليها طبعا. بيحاولوا يفتحوا معايا خطوط، انا ما شفتش غباء اغبى من هؤلاء الناس. بيحاولوا يفتحوا معايا خطوط، وعن طريق سفيرهم اللي كان موجود هنا مجتبى اماني، وعن طريق محمود احمد نجاد، لان انا كنت التقيت بيه مع محمد مرسي، مع الرئيس مرسي في قصر الاتحاديه. كان عزمني هناك يا ريس في قصر الاتحاديه، والتقيت بيه محمود احمد النجاد مع محمد مرسي. واتكلمت معاهم وقلت لهم يعني انتوا مالكمش اي حل غير الانهيار والسقوط والتردي، لما كان الرئيس التركي عبد الله جول هنا عند محمد مرسي، والكلام ده قلته لهم في قصر الاتحاديه، وقلته للسفير لما عزمني لمقابله محمود احمد النجاد في بيت السفير في مصر الجديده. مش عارف برضو، الناس دي ما عندهاش وعي يا ريس، الناس دي ما عندهاش وعي في ايران. ايران مثل الكلاب، لعنة الله عليهم. صحيح. كل خزي وعار تجاه الامة العربية. نعم. هم وراهم. نعم نعم نعم. انا شايف ريس حاجة بالنسبة لي بالنسبة لي الفرنسا. انا شايف انا ممكن احمل رسالة، هم بيحبوا صدام حسين يا ريس، هم مؤمنين جدا بقضيتنا، مؤمنين بسيادتك. انا ممكن التقي بالرئيس فرانسوا هولاند واحمل له رساله صداقه جيده، لان الراجل ده ممكن يبقى عنده موقف كويس، واذا ما فيش موقف كويس، لان كان في صداقات قويه بين سيادتك وبينهم زمان، فماذا ترى؟ هل افتح خطوط مع الراجل ده؟ انا مش عايز اخلي الناس كلها خصومنا، ولا تؤمر بايه؟ حتى كلهم الان عرفوا قيمه العراق وقيمه صدام حسين. طبعا. وقيمه العرب. صحيح. الان. صحيح. فاصبح اما صدام حسين او هؤلاء الخونه الدواعش. صحيح صحيح.
ولكن فداه إرادة الله عما قريب بإذنها عز وجل. نعم نعم. والآن نحن سنضطر وسنحارب وسنرسل خطابات إلى اليمن لنصرة إخواننا في اليمن وهذه الفتنة اللعينة. أحسنت أحسنت أحسنت. والعراق سيأتي النصر سيأتي الله بفرج قريب بإذنه عز وجل إن شاء الله إن شاء الله. ولكن في الأيام القادمة بإذن الله نعم سوف أرسل الخطاب إليك وترسله على قناة الجزيرة إن شاء الله. حفظك الله وأمل منك يا أستاذ أنيس. نعم هسه الخطاب هاي ما مريدة نعم انه تلقائيا من صدام من صدام حسين الى الاستاذ انيس. انا تحت الامر يا بس نعم تلقائيا بس انشروا على قناة الجزيرة. حاضر. والموضوع الثاني هو نعم اضافة اصوات نعم بمعنى انه هناك يكون تضليل لهم طبعا طبعا تشويش هنعمل تشويش يا رئيس. نعم 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 طيب هذا الخطاب سوف نزلزل العالم. الله يرحمك. احسنت احسنت احسنت. سوف تخرج رايات الجهاد من العراق الى الشام. الله يرحمك. الله اكبر. وقتها نعم. اللعين الاسد. نعم خائن لبلده. خائن العروبه. وخائن للامه العربيه والاسلاميه. الله اكبر الله اكبر. نعم نعم نعم. سوف ينتصر الحق باذنها عز وجل. باراده ابناء مصر اولا. اولا الشرفاء. نحن معك يا رئيس. نحن معك يا رئيس. نحن معك يا رئيس. نحن معك يا رئيس. كل على فكره عاوز اقول لسيادتك الاستاذ محمد حسنين هيكل الله يرحمه الكاتب الكبير اللي مات الاسبوع اللي فات. التقيت بيه قبل ما يموت يا رئيس بحوالي شهرين ثلاثه. قال لي انا عارف انك بتقابل القائد صدام حسين ارجوك سلم لي عليه وبوس لي راسه. والله والله يا ريس. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. نعم الاستاذ بارك الله فيك. الله يحفظك. الله عليه. نعم اللي يحب سيادتك يا ريس يحب سيادتك. هؤلاء هم العرب الاشراف. صحيح ويقول وليس الخونة العملاء عباد الدولار الامريكي. احسنت احسنت نعم. ويقول لي الاستاذ هيكل الله يرحمه ان هذا هو صنو وصديق ورحله جمال عبد الناصر وهذا حب جمال عبد الناصر. عزيز. على سيادتك يقول هذا يعني الناس بتستعجلني يا ريس الناس بتستعجلني في كل مكان في العالم اروحه في كل مكان يقولوا متى يعني نريد الرئيس يطل بطل الصوت ارجوك يا كابتن الرئيس نريد طل الصوت قويه ولذلك احسنت بفكرة الخطاب الذي تكلفني به سيادتك لقناة الجزيرة والقنوات العظيمة الاخرى اتمنى رئيس ان يبقى في طلة كبيرة من سيادتك بخطاب كبير نريح الامة لان الامة منتظرة طلة سيادتك. عارف شلون الحال وشلون القوات وشلون الاعين. صحيح هي محاطة بكل الاتجاهات. صحيح صحيح يا رئيس. سيكون هناك تنظيم وسوف اتواصل معك لاشرح اليك الطريقة. احسنت انا قلت بتوصيل الفكرة ان شاء الله ان شاء الله حتى لا يكون هناك استنتاجات. صحيح كضعف. صحيح او غير ذلك. سيكون خطط مدروسة موجهة الى العرب. صحيح والى كرامة العرب. نعم ليحفظوا حقوقهم التاريخية. صحيح تجاه الخونة والعملاء. صحيح صحيح.